السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشكل الأسلاك الكهربائية في المدن تاعنا، اللي فريمون يعني أصبح ملفت للانتباه. وهنا شاهد خديت كمثل مدينة زيرالدا، مركز تاع مدينة زيرالدا، اللي يعني فريمون الأسلاك هذه أصبحت عشوائية، وتشوه المنظر تاع المدينة مهما وصل المستوى تاع العمران والتزيين تاع الواجهات تاع العمارات. تبقى قضية الأسلاك الكهربائية نقطة سوداء، والحلول وين هي؟ عندي الآن يعني فكرت في الموضوع هذا كثير، لأني كل ما نروح نشوف مدينة نلقى الأسلاك في كل اتجاه، وهذه تعتبر خطر. يعني يصبح خطر، أولا خطر، وثانيا ضياع، فيه ضياع كبير للطاقة الكهربائية بسبب هذا الكثرة الخيوط هذا. وثالثا قلنا كما قلنا التشويه نتاع المنظر. من بين الاقتراحات اللي وهنا يعني الموضوع هذا، يعني المشكل هذا موجود في كل ولايات القطر الوطني، خاصة في الأماكن وين يكثر العمران. فإذا أولا الاقتراح الأول هو أن كل الأسلاك هذه تمر تحت الأرض، وهذا الحل هذا يعتبر صعب، صعب جدا، لكن ممكن الحل هذا ممكن. وهو الحل هذا مليح في الأماكن، في المناطق العمرانية الجديدة اللي مازال ولا راهي قيد الإنشاء، ولا في المناطق العمرانية اللي فيها يعني فضاء، فيها الاسباس، فيها الوسع. ممكن الحل هذا يناسب يعني تعوض على الاسلاك هذه تحت الارض. وهي كثير من الدول في العالم فيها الاسلاك تتحط تحت الكهرباء، يتحط تحت يديروا دي جان ايطانش، تكون ايطانش ما فيهمش ما باش ما يقسمش الماء، ويديروهم تحت الارض. إذن هذا نعاود الحل هذا الأول، الحل هذا تاع يجوز الأسلاك تحت الأرض مليح، يناسب المدن الجديدة والأحياء الجديدة، مش شرط تكون مدينة كبيرة، الحي أي حي أحياء مليح تكون الأسلاك الكهربائية تمر تحت الأرض. وكذلك في الأحياء اللي قديمة يعني نوعا ما، ولكن عندها الاتساع، عندها مثلا أرصفة عريضة وكذا، ممكن يجوزوا الأسلاك الكهربائية اللي تحت الأرض. أما بالنسبة للمدينة تاع كما مدينة تاع زيرالدا، وكاين مدن كثيرة هكذايا وين ضيق الحالة، ممكن يديروها في الفوق، في يعني في السماء، السماء، لكن يديروا دي زارك شبه أقواس فوق يعني يجوز من جانب الطريق أقواس، أو يديروا دي باسريل
جونغ دو باسريل في السماء، ما تكونش كبيرة، ما يكونش الحجم، يعني الحجم تاعها مش كبير، تكون يعني يعني الشكل يكون جميل، دي باسريل تمر من جانب الطريق إلى الجانب الآخر، وتمر فيها كل الأسلاك نتاع الكهرباء، وتكون عندها جانب جمالي. هذيك لا باسريل تكون مخدومة بشكل جمالي، تكون يا إما تكون قوس، على شكل قوس، أو تكون على شكل مستقيم ما بين، تروح من رصيف إلى رصيف إلى الرصيف المقابل على علو مناسب يعني، وتكون عندها شكل جمالي بشكل يكون يضيف قيمة جمالية للمدينة، وتمر منها كل الأسلاك الكهربائية تمر في هذاك القوس، ويديروهم الأقواس هادو لي باسرال هادو، يديروهم كل 100 متر أو 200 متر في الأحياء، ويمروا منهم الأسلاك، كل الأسلاك تمر منهم، وما بين ما بين ما بين الباسرال والباسرال، الأسلاك هذيك تكون في الأرض، تكون في الأرض. إذن هذه هي الحلول، يا إما في الأرض مباشرة، يا إما في الفضاء في السماء كما نقول هنا، وتمر دون دي زارك ديكوراتيف ولا دي باسريل ديكوراتيف، وتمر منها الأسلاك هادية، تجمع قاعيتك الأسلاك في هاد لي باسريل وتمر من تم. ولي باسريل هذه يكون عندها أعمدة، توقف على أعمدة، وفي هذيك الأعمدة تطلع الأسلاك من الأرض، تطلع ديركت. ونخليكم مع الصور، والسلام عليكم.